prometo desvelar, en la medida de mis posibilidades, las razones no explicadas sobre el giro en la cuestión del Sáhara. إخوة الأخوات المشاهدين الكرام، تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونما الإخوان، وأخيرا سينيور فيخو خرج وقدم لنا البرنامج ديالو الانتخابي، كيف كيقولوا هنا في إسبانيا، ميخور طاردي كينونكا. أيها أولاد عمامي، كنتكلموا على 365 إجراء إصلاحات في المجال الصحي ديال التعليم، كنتكلموا على القضية ديال السكن أوكوباس، القضية ديال المغرب الصحراء، كنتكلموا على الإنجليز ونويتال، كنتكلموا على كاتالونيا، كنتكلموا. المهم الإخوان، غادي نعمل لكم واحد الريزومين صغير، ومن ثم غادي نخليكم مع الفيديو ديالو اللي فيه تقريبا 4 ديال الدقائق، داكشي مترجم اهم نقاط هما اللي غادي نشارك معكم اولاد عمامي في هذا الفيديو. حيت اذا حطيت لكم الفيديو ديالو كامل وشاركت معكم هاد الاجراءات كاملين، راه كنتكلموا على ساعه وربع ديال الفيديو، ساعه وربع بلا ما نهضر انا على داكشي. اولاد عمامي، غادي نتكلموا غير على الاهم. هنا ولاد عمامي كيف كتشوفوا معايا اجراءات هنا هنا الاخوان، يقترح البرنامج الانتخابي 365 اجراء لاعاده البناء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي الاخوان من اجل فتح وقت جديد في اسبانيا، كمل عليها بدوله عظيمه. ايها ولاد عمامي، قال لك بغينا نبنيو واحد اسبانيا جديده، نعم واحد الطريق جديده، اقتراحات جداد، سياسه جديده، وزيدوا زيت. المهم الاخوان، كيف كتشوفوا معايا، نمشيو الاخوان لاهم الاقتراحات. يقدم فيه الاخوان البرنامج الانتخابي لحزب الشعبي من، اسمعوا ولد عمي، استعاده جريمه الفتنه، كنتكلموا على كاتالونيا، على سيديسيون، على هذوك الانفصاليين اللي كانوا في السجن، هذوك اللي رونوها كانوا باغيين حتى هما ياسوا الدوله ديالهم وزيدوا زيد، كانوا دخلوهم في السجن، ولكن بيدرو سانشيز عفى عليهم وخرجهم، بدل هذاك القانون، هذاك القانون ديال سيديسيون قال لك غادي نرجعوا، غادي نرجعوا، واي واحد بغى يعمل شي حاجه بحال هذيك راه ما غاديش نعقل عليه. بالا ولاد عمامي، شنو اخر الى عمليه اخلاع العشوائيه في 24 ساعه؟ أوكوباس كيقول لكم 24 ساعة برا. أيها ولاد عمامي، كيتكلم على السكن وعلى السكن الاجتماعي ونعاونوا الشباب وزيد وزيد، ولكن القضية ديال أوكوباس كيقول لكم 24 ساعة برا. بالي ولاد عمامي، هنا قدم زعيم الحزب الشعبي الإخوان والمرشح لرئاسة الحكومة ألبيرتو نونيز فيخو برنامج انتخابي الذي الإخوان يركز على، اسمع لي يا ولد عمي، أنا قلت لك غنشارك معك غير أهم النقاط، الإصلاح الضريبي وتحسين التعليم وإخلاع وواضع اليد الإخوان في غضوان 24 ساعة أوكوباس، والتعافي الإخوان من جريمة الفتنة من بين جوانب أخرى. بالا ولاد عمامي، نمشيو لسبعة ديال النقاط الإخوان، ولا أهم سبعة ديال النقاط. هنا النائبة ديالو ولا سي الإخوان الأمينة العامة للحزب سميتو الشعبي هي اللي تكلمت الإخوان اليوم، نقولوا قبل من فيخو، هي اللي قدماته وزيد وزيد عاد تكلم هو. السيده هنا كاين واحد التيتولار الاخوان، واحد العنوان اللي كيقول استطيع ان اؤكد لكم، هنا كتقول لكم باللي كنأكد لكم باللي فيخو غادي يكون احسن الاخوان، ولا فيخو ماشي هو بيدرو سانشيز، انه سياسي موثوق في الثقه. قال لكم فيخو ماشي بيدرو سانشيز، بيدرو سانشيز ما فيش الثقه، فيخو فيه الثقه. واخا ولاد عمامي، دابا غادي نشوفوا، انا كنتمنى ان شاء الله ما يربحش، ما نكذبش عليكم ولاد عمامي، رغم ان هذا البرنامج ديال الاخوان ما غاديش نكذب عليكم، مزيان كيبان، مزيان كاين شي حوايج اللي زوينه، مثلا الانجليز ومونويتال ما غاديش يتحيد، انجليز ومونويتال ما غاديش يتحيد، غادي يعمل فيه اصلاحات، حيت كيف قلت لكم الاخوان حتى لدابا هذا السيد كان كيقول الغاء 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 سانشيزمو، غادي نلغي القوانين اللي صادقت عليهم الحكومه ديال بيدرو سانشيز، ولكن اليوم خرج كيقول لنا باللي ايه انا ماشي خايب حتى ديك الدرجه، انا نعم كاين شي قوانين اللي خاطئه غادي نلغيهم،
ولكن الاغلبيه غير غادي نعمل فيهم اصلاحات. مثلا تكلم على القانون ديال الشغل، قال لكم ما غاديش نقيسه، غادي نعمل فيه اصلاحات. انجلش ويتال غادي يعمل فيه اصلاحات، حيت ولاد عمامي كيف غادي تسمعوا في الفيديو اللي غادي نحط لكم، قال لكم يلا يلا كيستافدوا منه الاخوان، جوج من كل ثلاثه نقول الاخوان المتاهلين، مثلا من كل ثلاثه الاخوان اللي عندهم الحق في هذا الانجلش ويتال يلا كيستافدوا منه جوج، غادي يعمل فيه اصلاحات. حيت قال لكم راه انتقد بيدرو سانشيز، انتقد سميتو السياسه الاخوان ديال هاد الاحزاب اليساريه اللي زعما كتكلم، ولا السياسه ديالها نقولوا كتكلم الاخوان على المساعده الاجتماعيه وزيد وزيد. قال لكم سي ديماسيا بلا بلا بلا، ولكن اذا مشينا للواقع كنلقاو باللي زعما حتى هاد الاحزاب اللي كتكلم على السياسه الاجتماعيه ولا المساعده الاجتماعيه وزيد وزيد ما كاين والو. قال لكم انا غادي نصلح لكم القضيه ديال الانجليز ويتال، الناس اللي عندهم فيه الحق غادي يتوصلوا به، غادي يعمل فيه التغييرات اولاد عمامي. بالي باش الاخوان ما نطولش بزاف، هنا سبعه ديال النقط الاخوان رئيسيه اللي نتكلم عليهم اليوم. كاينين قلت لكم الاخوان دي ماسيالاس، ولكن حنا غادي نركزوا على هاد سبعه، سبعه نقاط رئيسيه. هنا اوضح الاخوان فيخو النقاط اوضح فيخو الاخوان، راه صراحه كنبغي نزرب حيت بغيت نحط لكم هذاك الفيديو باش ما نطولش بزاف الاخوان في الهضره. اوضح فيخو النقاط الرئيسيه الاخوان السبعه التي تستهدف الاخوان مقترحته الملموسه الاخوان والعامه للهيئه التشريعيه المقبله. النقطه الاولى حمايه الصحه العامه اللي سميتو لاجيال القادمه. مزيان القضيه ديال الصحه، كنشوف الاخوان باللي اسبانيا مؤخرا القضيه ديال سنيداد الاخوان ما بقاتش كيف كانت، بالك كلشي كيتشكى. القضيه ديال المواعيد الثيتاس والروينه شنو غادي نقول لكم، خليوها على الله. هنا التواصل الاخوان الى ميثاق ثابت لجوده التعليم. حتى هنا اسبانيا الاخوان من اكفس الدول اللي كاينين في الاتحاد الاوروبي فيما يخص التعليم، كاين واحد الفشل الاخوان نقولوا في هذا المجال ديال الدراسي. الاسبان البصاره عندهم هنا ما كيقراوش اغلبيا، اي والله ما نكذبوش الاخوان، التعليم شويه ناقص ناقص اولاد عمامي. كنشوفوا عندنا عائله مثلا بلجيكا في هولندا الاخوان كلشي كيتكلموا الانجليزيه، هنا انجليزيه وحتى كيتكلموا، وراه هنا الاخوان اخر دراسه اللي كنت قريتها ماشي بزاف راه كيقولوا باللي كاينين تلاميذ ديال ايسو وراه ما كيعرفوش يقلعوا مزيان، ما كيعرفوش يقراو، عاد نتكلموا على الانجليزيه. المهم غير يقراو بعدا الكاتالانيه والكاستيانو وزيد عاد نشوفوا الانجليزيه. هنا الاخوان شنو اخر؟ لا تدع الاخوان، لا ندع الصغار يعيشون أسوأ من الوالدين. شباب ما يتغلى فيكم، ما نعرف واش غادي يعطي لكم توا 20000 يورو ولا لا، ولكن المهم قال لكم خصنا نركزوا على الشباب، ما نخليهمش يعيشوا الاخوان أسوأ من الاباء ديالهم، سيكون عندهم الفوتور احسن من الاباء ديالهم، ماشي الاباء ديالهم كحل عليهم، حتى الشباب نقولوا غادي يكون ولا غادي تكون نقولوا كحل عليهم، خصنا نتهلاو فيهم. المهم داكشي ولاد عمامي غادي يبان، اذا ربحوا غادي يبان. شنو اخوان الاستفاده الاخوان الفعاله من اموال الاوروبيه؟ هنا قال لك غادي نبحث غادي نقلب غادي نشوف بيدرو سانشيز فين عمل هذوك الاموال اللي توصلنا بهم من الاتحاد الاوروبي، هذيك الميزانيه ديال 70000 مليون يورو راه بزاف ولاد عمامي، فين مشات؟ حيت نورمالمون هذيك الاخوان قبل ما توصل بها راه كتفيرمي كتقول باللي ايه انا كنوعدكم غادي نصلح هنا نصلح لهي نصلح هنا. قال غادي نشوف واش بيدرو سانشيز عمل بهم اصلاحات ولا مشاو ما عرف فين البنما. المهم قال لك غادي نبحث وغادي نشوف هذوك الفلوس خصهم يمشيو لبلاصتهم نصلحوا بيهم. بالو ولاد عمامي شنو اخر؟ تحسين انتاجيات اقتصادنا الاخوان بشكل واضح، الاستجابه للمأساه الديموغرافيه والتحدي المصالحه. شنو اخر الاخوان؟ احتراس من البيئة، ضمان سياسة مائية هي الأكثر أهمية وأولوية الإخوان لمكافحة تغيير المناخ، كنعاني من الماء. باش أوليد عمامي ما نطولش عليكم بزاف، هنا الإخوان كيف قلت لكم إن إلغاء سانشيزمو يعني إلغاء القوانين التي كانت خاطئة.
على أنه على أنه سيحكم لتصحيح أخطاء الحكومة الحالية، وأوضح أن إلغاء سانشيزمو يعني إلغاء الإخوان القوانين التي كانت خاطئة، ومع ذلك يؤكد أنه لا يأتي للانتقام. ماجي جاي باش ينتقم من بيدرو سانشيز ولا من السياسة ديالو، نو جيت باش نصلح. أيه ولاد عمامي، قلت لكم الإخوان باش ما نطولش عليكم، هنا كاين القضية ديال كاتالونيا اللي ما غاديش نتكلم عليها، القضية ديال سيديسيون، القضية ديال التعليم هنا، حيت الأحزاب الكاتالونية كتفرض الإخوان في المدارس هنا يقراو غير الكاتالونية، كيبغيو يبعدوا الكاستيانو ويقولوا الإسبانية الإخوان من الأقسام. القضية ديال سيديسيون طال وكوال، داكشي غيرجع هذاك الشيء ديال سيديسيون الإخوان غادي يكون نقولوا قاسي في هذيك القضية. الإسكان الإخوان تضرب الاجتماعية، القضية ديال الإسكان هنا، وينتقد الإخوان فيه أنه من الأصعب والأكثر تكليفة الوصول إلى المنازل في الوقت الحالي، بالإضافة إلى حقيقة أن وضع أسمة القرفة قد أزداد. القضية ديال السكن قال لك من الأصعب أنه واحد يوصل لشي سكن حاليا، خصنا نشوفوا الحل. السكن الاجتماعي نشوفوا كيفاش نعاونوا الشباب يوصلوا للسكن ديالهم، نقولوا يشريوا الدار ديالهم ولا يكريوا ولا زيد. القضية قال لك القضية عاد صعبات أكثر ولا تصعبات اكثر الاخوان، حيت كاين القضيه ديال اوكوباس، ولكن هادو كيف قلت لكم الاخوان هنا يقترح مؤتمر الاخوان المندوبين المفوضين مجموعه من الاجراءات سميتو المنهضه للاستقطان الاخوان مع عمليه الاخلاء سميتو صارحه الاخوان يمكن تنفيذها في مده اقصها 24 ساعه، وتشديد العقوبات على جريمه الاغتصاب. اوكوباس في 24 ساعة برا، وتشديد العقوبات، العقوبة غادي تكون قاسية، أي واحد حاول يدخل على شي دار غادي يهودوا عليه. بالو ولاد عمامي شنو آخر؟ كما أنه الإخوان يدافع هنا القضية ديال الإنجليز والمتحدة الإخوان، حيث يتم استبعاد جوج من كل المستفيدين الإخوان المحتملين. القضية ديال الإنجليز والمتحدة قلت لكم غادي الإخوان ما غاديش يلغي، ما غاديش يحيد الإنجليز والمتحدة، الإنجليز والمتحدة الإخوان راه كاين بزاف ديال الدول الأوروبية، غير إذا مشينا نشوفوا ايطاليا مثلا اللي بزاف ديال الناس كانوا كيقولوا باللي ميلوني غادي تحيد الانجليز والمتال، انه ميلوني الاخوان كتقول لك في واحد المده ديال 8 شهور اذا جاتك شي اوفرتا ديال الخدمه نقولوا معقوله وما قبلتيش عليها راه في 8 شهور غادي نحيد لك الانجليز والمتال، ماشي غادي تحيد الانجليز والمتال لكل شيء، نو لشي واحد اللي رفض شي فرصه ديال العمل في 8 شهور، وماشي اي فرصه عمل، شي فرصة عمل نقولوا اللي تكون نقولوا الإخوان معقولة الثمن ديالها والتوقيت ديالها وزيد. ميلوني راه الحزب ديالها معصومين الإخوان بحال الحزب ديال البوكس وما حيداتوش، غادي يجي فيه خو يحيدو، ما غاديش يحيدو الإخوان، غادي يصلح فيه. شنو آخر؟ القضية ديال كيف قلت لكم القضية ديال الصحة، التعليم، قانون المساواة، مساعدة الإخوان الطبقات المتوسطة وزيدوا. القضية ديال المغرب الإخوان الصحراء قال لكم غادي نبحث، بغيت نعرف الحقيقة علاش بيدرو سانشيز خدا هذاك القرار بوحدو، علاش ما تشاورش مع المواطن الإسباني، علاش هذاك القرار ما دازش على البرلمان نصوتوا عليه حنا الأحزاب، ما يخرجش بيدرو سانشيز وياخذ هذاك القرار بوحدو، يخرج ويتعرف مغربيه الصحراء بوحده، قال لك داك الشيء نو، قال لك غادي نبحث، حيت كيتهموا بيدرو سانشيز الاخوان باللي كاينه تما شي حاجه، باللي كيخبي شي حاجه عليهم، على داك الشيء قال لك غادي نبحث غادي نشوف علاش. ولكن البارح الاخوان سمعت ليه كيقول لك باللي العلاقه مع المغرب خص تكون جيده، خص تكون مبنيه على الاحترام والثقه، المغرب بلد مجاور، بلد اللي كتجمعنا معاه بزاف ديال الاتفاقيات في مجال مثلا ديال الهجرة، في مجال الإخوان ديال الإجرام والقضية ديال الإرهاب وزيد. قال لك المغرب بلد اللي خصنا نحترمه وخص تكون العلاقة مزيانة، قالها البارح فيخو بلسانه، ما يغلطكم حتى شي واحد، فيخو ما غادي يعمل حتى شي حاجة، وفيخو ما غاديش يتراجع على داك القرار اللي خداه بيدرو سانشيز. بارو ولاد عمامي، المهم هذه هي السياسه، والسيد خصو يستعمل جميع الاسلحه اللي عنده باش يوصل المونكلوا. بارو ولاد عمامي، هذا الشيء كيبقى كيبقى والاخوان كاقتراحات، اذا وصلنا للحكومه
نشوف ولاد عمامي. الاحصائيات سونديوس كيقولوا باللي نعم هو الحزب سميتو الاخوان نقولوا الفائز، ولكن تقدر تكون شي مفاجاه في اخر ساعه. كتر هاد السيد الاسبان مؤخرا شافوا باللي كيتحالف بزاف مع بوكس، يقدر الاخوان ياثر عليه داك الشيء في الانتخابات العامه الجايه. المهم ولاد عمامي ما غاديش نطول عليكم بزاف، نخليكم مع الفيديو ديال فيخو فاين كيوضح لنا هاد النقاط اللي تكلمت عليهم، القضيه ديال الصحه، السكن، المغرب، انجليزي ميتال، وزيد وزيد. بارو ولاد عمامي، تحياتي لكم، شكرا لكم الاخوان، حتى شي فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وشكرا لكم كاملين الناس اللي كدعموا هاد القناه المتواضعه. Del mismo modo, considero que también es preciso devolver a los ciudadanos y a las Cortes, como representantes suyos, el control sobre la política exterior de nuestro país. Y en este sentido expreso un triple compromiso. Compareceré en las primeras semanas de mi gobierno para exponer la situación y los objetivos de lo que reste de presidencia española de la Unión. Informaré regularmente al Congreso sobre el papel y las prioridades de España en el orden internacional, especialmente mientras se prolongue la situación de la guerra de Ucrania. Y de forma concreta, prometo desvelar, en la medida de mis posibilidades, las razones no explicadas sobre el giro en la cuestión del Sáhara. Los españoles tienen todo el derecho a saber para qué y por qué se tomó esa decisión. En este punto, quiero transmitir a los españoles mi convicción de que si hay muchas cosas negociables en democracia, el Estado no es una de ellas. Por ello, si tengo la oportunidad de aplicar este programa electoral, el delito de sedición será recuperado en el Código Penal y se tipificará será recuperado el delito de sedición en el Código Penal y se tipificará el delito de referéndum ilegal. También se aumentarán las penas por malversación de fondos públicos. Y el segundo gran objetivo de la próxima legislatura es trabajar por la reconstrucción social, que evidentemente se ha visto deteriorada. Solo por poner algunos ejemplos. En esta legislatura no se ha conseguido acceder a una vivienda, sea más sencillo, al revés. Es más difícil y más caro. Las ocupaciones de inmuebles no paran de incrementar ante la indolencia del actual gobierno, que se niega a cambiar la ley para desocuparlas en 24 horas. La población se ha empobrecido porque nuestra renta per cápita es 17 puntos inferior a la media europea, mucho peor que en 2005. Ha empeorado incluso los datos del presidente Zapatero. La atención a los vulnerables es ciertamente mejorable. Sin ir más lejos, el ingreso mínimo vital deja fuera a 2 de cada 3 potenciales beneficiarios. O la inseguridad y la delincuencia han crecido de forma notable. En definitiva, ¿de qué escudo social nos hablan? Continúo. El Gobierno lleva 5 años sin acometer un debate en profundidad que requiere el blindaje y el sostenimiento del Sistema Nacional de Salud, especialmente de la atención primaria. Somos uno de los países que más tarde incorporamos los tratamientos innovadores a nuestros hospitales y a nuestros centros de salud. E ignora, como si fuese algo irrelevante, que los últimos datos en comprensión lectora en educación son francamente preocupantes. Por tanto, cuando hablan de la defensa de lo público, se refieren a esto. Y por terminar, 5 años después, el pacto contra la violencia de género sigue sin ejecutarse en su totalidad. Y hay que hacerlo.